بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الأعزاء، نلتقي مجددا في حصة تعبير الكتابي، الوحدة السادسة، الأسبوع الأول، مجال الرحلات والأسفار. عنوان الدرس: رحلتنا إلى مدينة مغربية، صفحة 198. إذن الهدف من هذه الحصة أحبتي أن تنتجوا نصا كتابيا بترتيب هذه الجمل وفق هذه الخطاطة، ثم أربط بينها بروابط. إذن أولا أخطط للكتابة. إذن أخطط للكتابة في الحصة الأولى، نخطط فقط للكتابة وفق هذه الخطاطة والروابط. إذن قبل أخذ هذا التصحيح أحبتي، لابد أن تخططوا في مسودة كما تعودنا دائما، إذن وتقوموا بكتابة هذا النص باستعمال الروابط جيد، ثم بعد ذلك تأخذون هذا التصحيح. إذن أقرأ الموضوع: حلت عطلة الربيع، فأخذنا أبي في رحلة ممتعة إلى مدينة مغربية جميلة. إذن سأتحدث عن رحلة، هذه الرحلة كانت ممتعة في أي وقت عندما حلت عطلة الربيع. إذن تعلمون أحبتي أن في فصل الربيع عندما تخضر الطبيعة ويكون الهواء منعشا، يختار الإنسان أن يسافر. إذن أخطط لموضوعي. أولا ألاحظ الخطاطة. إذن لدينا هذه الخطاطة، هناك أسئلة تساعدني في ترتيب هذه الجمل. إذن لدينا متى. متى تفيد نعم الزمان، أي زمان الرحلة. ماذا ركبنا، الوسيلة التي ركبناها. إلى أين، مكان تفيد المكان، المكان الذي توجهنا إليه. ماذا شاهدنا في هذا المكان، وماذا فعلنا، ما الذي آثار إعجابي. نعم. إذن ثانيا أرتب الأحداث التالية بوضع أرقام مستعينا بالخطاطة. إذن هذه أحداث غير مرتبة، أقوم بترتيبها بوضع أرقام نعم ومستعينا بهذه الخطاطة. إذن أقرأ أولا هذه الأحداث دون ترتيب. 3 ساعات وصلنا إلى باب أبي الجنود، ثم نزلنا إلى المدينة العتيقة. حلت عطلة الربيع وحان موعد السفر، ركبنا الناقلة وتوجهنا إلى مدينة فاس. هذه المدينة العتيقة مآثر وأسواق ما رأيت مثلها. وصلنا إلى جامع القرويين، اشترينا بعض التذكارات وقفلنا عائدين. وجدنا المكان يعج بالسياح والزائرين، وهم في حركة دائبة. قلت ونحن عائدون: ما أروع هذه المدينة وما أفيد زيارتها. إذن هناك بعض المصطلحات نعم نقوم بشرحها. دم العتيقة، معنى العتيقة القديمة، مكان يعج بالسياح والزائرين، يمتلئ نعم ويزدحم بالسياح والزائرين، وهم في حركة دائبة، هم في حركة مستمرة وغير منقطعة. إذن أحبتي نقوم بترتيب هذه الأحداث. إذن سوف نبدأ بمتى، أرتب الأحداث. أول شيء هي متى. إذن متى تفيد الزمان، إذن أين هي الجملة التي تجيب عن زمان الرحلة. إذن قلنا بأن الرحلة نعم حلت عطلة الربيع، في عطلة الربيع. إذن حلت عطلة الربيع وحان موعد السفر. إذن الجملة الأولى، ماذا ركبنا، ماذا ركبنا. إذن ركبنا ماذا، إذن الوسيلة التي ركبناها، ركبنا الناقلة وتوجهنا إلى مدينة فاس. إذن ثانيا الجملة الثانية، إلى أين، إلى أين توجهنا. إذن توجهنا إلى مدينة فاس بالضبط، إلى أين. إذن 3 ساعات وصلنا إلى باب أبي الجنود، مكان بالضبط إلى باب أبي الجنود، ثم نزلنا إلى المدينة العتيقة. إذن الجملة الثالثة، ماذا شاهدنا أو ماذا رأينا. إذن هذه المدينة العتيقة مآثر وأسواق ما رأيت مثلها. إذا رأيت نعم ماذا شاهدنا. إذن الجملة الرابعة،
إذن ماذا فعلنا؟ وصلنا إلى جامع القرويين. إذن جملة، نعم نضع رقم 5. وصلنا إلى جامع القرويين، وجدنا المكان يعج بالسياح والزائرين وهم في حركة دائبة. جملة رقم 6، نعم. اشترينا أيضا، ماذا فعلنا؟ اشترينا بعض التذكارات وقفلنا عائدين. جملة نضع رقم 7. ما الذي أثار إعجابي؟ قلت ونحن عائدون، ما أروع هذه المدينة وما أفيد زيارتها. هذه هي الجملة الأخيرة رقم 8. إذن أثار إعجابي المدينة بأكملها. جيد، إذن سأعيد قراءة الجمل اللي أراها رتبت بشكل متسلسل. إذن حلت عطلة الربيع وحان موعد السفر، ركبنا الناقلة وتوجهنا إلى مدينة فاس. 3 ساعات وصلنا إلى باب أبي الجنود، ثم نزلنا إلى المدينة العتيقة. هذه المدينة العتيقة مآثر وأسواق ما رأيت مثلها. وصلنا إلى جامع القرويين، وجدنا المكان يعج بالسياح والزائرين وهم في حركة دائبة. اشترينا بعض التذكارات وقفلنا عائدين. قلت ونحن عائدون، ما أروع هذه المدينة وما أفيد زيارتها. إذن بعد أن قرأت الجمل ورتبناها وفق الخطاطة، هل هناك روابط؟ إذن سأعيد كتابة هذه الأحداث، نعم، باستعمال الروابط، وهي هذه الروابط: بعد، ف، وحينما، وأخيرا يا لروعة. إذن سأعيد كتابة النص. إذن كتبت النص هنا. إذن سأعيد، سندخل، نعم، إذا لاحظتم أن هناك، نعم، 3 نقط، هناك نقط، نعم، سوف أملأها بهذه الروابط. إذن حلت عطلة الربيع، رحلتنا إلى مدينة مغربية، حلت عطلة الربيع وحان موعد السفر، ركبنا الناقلة وتوجهنا إلى مدينة فاس. إذن هناك، هنا بين الحدث الأول والحدث الثاني هناك نقط سأملأها بإحدى هذه الروابط. نعم، ماذا سأقول؟ نعم، سأستعمل هذه الأداة. جيد، فركبنا الناقلة وتوجهنا إلى مدينة فاس. أنهينا من المقدمة، هذه هي المقدمة. إذن هناك أو هنا لدينا 3 نقط سأربط بين المقدمة والعرض، ولدينا زمن أي 3 ساعات. ماذا سأقول؟ إذن حددوا المدة الزمنية التي قطعوا ليصلوا إلى هذه المدينة العتيقة. إذن سأكتب إذن بعد، جيد، تفيد زمان، بعد. إذن بعد 3 ساعات وصلنا إلى باب أبي الجنود، ثم نزلنا إلى المدينة العتيقة. إذن ماذا سأكتب في الفراغ هنا؟ هذه المدينة العتيقة، انظروا إلى علامة التعجب، مآثر وأسواق ما رأيت مثلها. إذن ماذا سأكتب هنا في هذا الفراغ؟ جيد، أحسنتم. يا لروعة، يا لروعة، أسلوب التعجب. يا لروعة هذه المدينة العتيقة، إذن مآثر وأسواق ما رأيت مثلها. وصلنا إلى جامع القرويين، ماذا سأكتب في هذا الفراغ؟ إذن ما هي أداة الربط التي، نعم، سأستعمله هنا؟ جيد، سنستعمل وحينما وصلنا إلى جامع القرويين، وجدنا المكان يعج بالسياح والزائرين وهم في حركة دائبة. إذن أنهينا من العرض. إذن لدينا هنا فراغ، نعم، هنا فراغ، نعم. إذن الآن سأبدأ الخاتمة. بماذا سأبدأ الخاتمة؟ إذن بماذا
ختموا الرحلة. إذن وأخيرا اشترينا بعض التذكارات وقفلنا عائدين. قلت ونحن عائدون ما أروع هذه المدينة وما أفيد زيارتها. جيد، إذن أعيد قراءة النص. رحلتنا إلى مدينة مغربية، حلت عطلة الربيع وحان موعد السفر، فركبنا الناقلة وتوجهنا إلى مدينة فاس. مقدمة. بعد 3 ساعات وصلنا إلى باب أبي الجنود، ثم نزلنا إلى المدينة العتيقة. يا لروعة هذه المدينة العتيقة، مآثر وأسواق ما رأيت مثلها. وحينما وصلنا إلى جامع القرويين وجدنا المكان يعج بالسياح والزائرين وهم في حركة دائبة. وأخيرا اشترينا بعض التذكارات وقفلنا عائدين. قلت ونحن عائدون ما أروع هذه المدينة وما أفيد زيارتها. أحبتي، إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.